54 واحنا بنشتغل تقريبا بشيء بنفس المجالات اللي هو الاعشاب والبذور والعطاره والزيوت. يعني من هون كانت الفكره انه احنا يعني شفنا البلد انها بحاجه لهي المنتجات انها تكون موجوده، لانها بتيجي كثير منها من برا، في منها حقيقي وفي منها مش حقيقي، مش كثير الناس بتميز بين الاثنين. المفروض احنا يعني بلشنا نفكر من المشروع قبل الألفين، بس بتعرف الظروف اللي مرت فيها فلسطين بالألفين تأخر المشروع للألفين وستة. احنا بنشتغل على المواد الطبيعية، بنركز على الحبوب والبذور الفلسطينية لأنه أثبتت يعني جودتها أكثر من الحبوب الثانية. يعني احنا سبق حكينا عن موضوع البذور، يعني في كان فحص في جامعة النجاح للسمسم، لزيوت السمسم، يعني أخذ 3 عينات من سمسم، زيت للسمسم من أكثر من مصدر من 3 دول. طلعت النتائج عندهم بقسم الصيدلة بجامعة النجاح الوطنية إنه المنتج زيت السمسم البلدي كانت المادة الفعالة اللي موجودة فيه للكوزمتكس للجلد أضعاف الموجودة بالمادتين الثانيات، وفي كمان مواد أخرى يعني أتم الفحص عليها من الأعشاب برضو طلعت المادة الفعالة أكثر من المواد المزروعة بمناطق تانية. لذلك إحنا بنركز على المنتج اللي بيكون أصل البذر والحبوب والأعشاب الموجودة في فلسطين. إحنا موجودين على العموم بسوق فلسطين، موجودين في قطر، موجودين في الإمارات، موجودين في بريطانيا، موجودين هسه حديثا من في يعني منجهز الطلبية للولايات المتحدة الأمريكية. يعني إحنا منتجات صراحة يعني بتدخل في الطب، في العلاجات مثل الميرامية، الزعتر، اليانز، معظمهم بدخل بالتصنيع الأدوية. بس لحد الآن صراحة ما تجاوب حدا معانا من شركات الأدوية الموجودة. عندنا منتج ثاني بلزم شركات الأدوية وبلزم شركات الكوزمتكس. احنا بس نعمل عملية التقطير، احنا ما بنستخلص الزيت لحاله، احنا بنستخلص كل المكونات الموجودة بالنبتة، بتطلع عن شكل زيت ومي، منفصل الزيت بتضل المي، المي هاي فيها كل مكونات النبتة، المياه المهدرجة او الهيدروسول ووتر، فيها كل مكونات النبتة. هاي ممكن ينعمل منها شراب للمضمضة، لقتل فطريات الفام، حتى للتبخير، حتى للاستنشاق، لأكثر من موضوع.